السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هندخل ورشتنا الفنية، هنعمل عمل فني جميل. النهاردة انا جبت الاباجورة دي من حد على الفيس، صفحة كده على الفيس بتبيعها. اشتريت منها اتنين، قلت النهاردة انفذ واحدة قدامكم. هي عبارة عن عمود خشب معمول كده زي القايمة، والشابو نفسه خشب ام دي اف، ودي بتتحط هنا كده وبيدخل فيها الدوايه، وبيتحط يعني بتتحط كده مع الدوايه. هي ليها وصلة كهرباء، بس انا هعملها وبعدين ارجع اعمل لها وصلة الكهرباء. اوكي طيب، اول حاجة طبعا في الخشب الام دي اف دي تقريبا دي موسكي، العمود ده موسكي. في الخشب الام دي اف ده بنعمل ايه؟ اول حاجة لازم نأسسه بايه بقى؟ نأسسه بالابيض البلاستيك، خلاص. فانا عملت واحدة تانية، اسستها التانية علشان مدة الفيديو ما تطولش، اسستها بال ابيض البلاستيك. بس هنا انا دخلت هنا وحدة الاضاءة غلط، المفروض تدخل من هنا تطلع من الجنب، فطبعا هشيل وحدة الاضاءة دي تاني وهعملها من اول وجديد. اوكي بس بوريكم هي وحدة الاضاءة اهي بالسلك، بس طبعا انا دخلتها غلط، المفروض ايه؟ تيجي من هنا من الفتحة دي. اوكي انا هنا عملت اسيست بالابيض البلاستيك، واسيست الشابو برضو بالابيض البلاستيك من جوه ومن بره بالطريقة دي. طبعا الابيض لازم نضيف له، نبل الفرشة مية واحنا بنشتغل علشان يكون لين وما يبقاش عامل حرف الفرشة بالطريقة دي. انا بفكر دلوقتي، انا بحب الشبشيك جدا، والاباجورة دي هحطها في اوضه النوم عندي، فبحب الشبشيك فعلا، يعني قررت ان انا اعملها شبشيك بتعتيقات وحط عليها فلاورز. قصيت الوردة الجميلة دي اللي انا بعشقها، طبعا الوردة دي ليها معايا شغل كتير قوي، بس انا حباها وحابة ان انا احطها عندي في الاوضة. فهنعمل الشبشيك بدرجات طبعا البوستر، احنا عارفين ان احنا لازم الاول بنختار البوستر وبعدين بنعمل الشغل بتاعنا عليه. هعمل الوردة دي هنا، هعمل الجنبين اللي هنا دول استنسل، ونشوف برضو هنحط ايه الناحية التانية. يعني تبقى مثلا زهقت من المنظر ده شوية، اروح لفة على منظر تاني هنا، هشوف هحط وردة ايه هنا كمان. خلاص يبقى احنا هنعمل شابشيك النهاردة على وحدة اضاءة بتاعتي اد. اوكي والله انا فكرت ان انا ايه احط كمان الوحدات اللي هي المندلة دي، بس لقيتها انها يعني غامقة قوي، والمود اليومين دول مش محتاجة حاجة غامقة بصراحة، فقلت دي ممكن يعني تعدل النفسية شوية. خلاص فهكون درجات اللون تبع البوستر اللي احنا هنحطه. احنا هنا قلنا هناخد اغمق درجة بنحطها تحت، افتح درجة خالص بنحطها فوق. هنا هعمل الدرجة اللي فوق مايلة للكريمي، يعني مش هاخد الروزات خالص عشان الروز معايا ينطق واللي تحت يبان، هعمل درجة الكريمي او الجراي الخفيفة قوي، يعني المهم يا البيج الفاتح قوي الاوف وايت، بلاش كريمي كمان الكريمي هيغمق. اوكي خلينا في الاوف وايت، يلا خلينا في الاوف وايت، نتوكل على الله ونعمل تحت نفس درجة القلب اللي هي درجة الكشمير الغامقة، وفوق درجة الاوف وايت. اوكي هقدر يعني هعمل الالوان واجيلكم. ورجعنا تاني دلوقتي هنكون درجة اللون، هنحط الدرجة هنا كده قدامنا الوردة علشان احنا عايزين درجة القلب، وبفضل انها تكون كمان درجة اغمق شوية من القلب. طيب هحط هنا عندي الاحمر، درجة الأحمر، هاخد معاها درجة البني،
طبعا درجة البني أقل لأن البني بينتشر بالشكل ده. وبعدين هاخد الأبيض معايا هاخد درجة الأبيض طبعا أي لون بنكونه لازم نحط معاه ورنيش هاخد كمان الورنيش بس أكون الأول الدرجة أخد الدرجة الأول أشوفها هي ولا لأ وبعدين أحط الورنيش في الآخر على الجاهز يبقى ده درجة ايه أحمر مع بني مع أبيض أحمر وبني وأبيض اوكي اديتني الدرجة دي حسيها انها فاتحة شوية هغمق بالبني عشان عايزاها غامقة لان احنا دلوقتي بنعمل شابي شيك يعني حاجة قديمة تعتيقات مع التعتيق خلاص خد درجة اللون عجباني درجة الكشمير دي انا ممكن افتحها شوية بالاحمر المهم ان انا لو مكتومة شوية اروح مزودة حبة احمر يفتحها لي ودلوقتي بقى هحط الورنيش الورنيش بيبقى نص كمية اللون اوكي كده جهز اللون معايا بقى جاهز هخلط كويس وابدأ اخد وادهن هاخد العمود طبعا هصلحه العمود ده هشيل طبعا البوستر عشان ما يبص مني واخد اللون وابدا الون وانا بلون املس كويس قوي انعم علشان ما يبقاش فيه حاجه مكلكعه لان الفرشه معايا مليانه فلازم اوزعها كويس جدا دي درجة اللون اللي انا اخترتها النهاردة املس يعني افضل رايحة جاية كده عليها لغاية لما احس انها كلها متشربة اللون وناعمة اهم حاجة تكون متشربة اللون وناعمة اوكي وابدأ الونها بالشكل ده هلون الأباجورة كلها بنفس درجة اللون الجميلة الرائعة دي ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقتي الأباجورة اللون نشف معايا لازم استناها طبعا لما تنشف وهبدأ دلوقتي اعمل تكنيك الشابي شيك هاخد المكان اللي انا هشتغل عليه ولازم اخد الشمع ده شمع عادي جدا بيتباع في المكتبة بيتباع الباكت مش عارفة ب10 جنيه ولا حاجة هاخدها وكحد بيها بالشكل ده عايزة التكحيت يبقى منتظم وبالطول لان هو ده اللي هيبين الخربشة لو انا عملت الخربشة اي كلام او عشوائي هتطلع طبعا التكحيت اللي فوق هيبقى عشوائي وما سيبش حتة
طول ما هو منتظم بيبقى في منتهى الجمال الشكل ده. هعمل كل الجهات كده، وهعمل كمان القاعدة دي هعملها طبعا، بس مش هعملها بقى بالطول، هيبقى بالعرض عشان التكحيط عليها هيبقى ايه بالعرض. وهنا بالشكل ده. اهي باين حروف الشمع. عملنا ايه؟ كوننا هنا، جبنا درجة الابيض وعليها مسحة من الفرشة بس كده لون البيج. هي الفرشة كان فيها مطرح الاحمر بس مش مقصر الحمد لله. هناخد درجة صغيرة جدا، نقطة يعني، نجرب كده ونشوف. انا عايزة بس اكسر البياض ده. لازم طبعا احط معاها ورنيش عشان يسهل لي عملية الكحت بالصنفرة. وهبدأ اخد الوحدة اللي انا عملتها وهدهنها بنفس الطول بالظبط اللي انا دهنت بيه الشمع، او اللي انا دهنت كمان بيه الطبقة السفلية. طريقة سهلة وبسيطة في منتهى الجمال. في ناس بتكحت على طول من غير الشمع بس ما بيبقاش سهل. انا مش عايزة طبعا معيدش، المفروض ان انا معيدش عليه خلاص تاني عشان ما يبقاش تقيل ويغلبني وانا بكحت بالصنفرة. كده عملت الحتة اللي انا عملتها بالشمع. هنكمل بنفس الطريقة دي ونسيب الموضوع ينشف ونشوف هنكمل نعمل ايه. دلوقتي هناخد الشابو اللي احنا عملناه دهناه بالابيض او باللون اللي هو الاوف وايت، وهناخد سلكة اللي هي بتاعت المواعين العادية لو مفيش صنفرة، وبتقوم بنفس المهمة يعني، وبنكحت كده بالطريقة دي. بيبان لنا طبعا بيتشال الشمع اللي تحت ويبان الطبقة اللي تحتي. كل ما كحت، لو انا عايزة اللون اللي تحت يبان اكتر اكحت اكتر. زي ما انتم شايفين كده الخربشة طالعة منتظمة وجميلة، شكلها حلو قوي. انا عملت كل الجوانب بالشكل ده. الحته اللي الاقيها فيها ابيض كتير احاول ايه اخفها شويه بالصنفره او بالسلك. الجوانب كلها بقت بنفس الشكل ده، شبشيك اهو ولا اروع. طيب ماشي، عملنا احنا الشابو بالشكل ده. هناخد القاعدة. القاعدة هنا انا عملتها صلحتها وحطيت لها هنا زي بلاستر كده، او اللي هو شريط اللحام، علشان في معدن هنا خفت يوصل كهرباء او حاجة، فدخلت السلك وعملته من هنا ووصلته وقفلت عليه كمان بالايه بالصواميل دي. ماشي. طيب هاخدها بقى هكحت اللي عليها، لان انا حاطه شمعي هنا برضو، اي مكان فيه شمع هكحته برضو كده.
عشان يدينا شكل خربشة حلو زي ما انتم شايفين كده. واحدة واحدة طبعا لان هي معمولة زي قيمة فمش هتدينا ايه مساحة ان احنا نشتغل فيها كويس. القاعدة كل ما تحت كل ما بيظهر لي اللون اللي تحت، بس انا مش عايزاه طبعا يظهر جامد، انا عايزة الفاتح هو اللي اكتر فوق علشان يظهر لي شكل الورد اللي انا هحطه. طبعا القعده هي في منتهى الجمال، حلو قوي. انا بعشق الايفكت ده، بعشق التكنيك ده جدا، بحسه كده راقي وجميل وحتى الوانه كده باستل تحفه. خلاص انا خلصت الجزئين اللي تحت، وادي اللي فوق. هنيجي بقى نشيل دي على جنب وناخد هنا علشان هنقوم دلوقتي بلزق البوستر بتاعي شكل الوردة اللي انا اخترتها. هلزق بالورنيش لان الورق خفيف، اخد الورنيش كده وابدأ احطها. هجيب منديل لازم يكون معايا منديل علشان اقدر اثبت بيها كويس جدا. اشوف الاول المكان مظبوط، اهي كده التمام بتاعها ظبطتها عشان ما تبقاش في حاجه طالعه لبره. طبعا افضل معاها واحده واحده كده علشان ما تتقطعش. شكل الورده دي جميل جدا، بيعجبني قوي. وهاخد أأكد بقى على الحاجة اللي أنا ما عملتهاش. عشان أطلع كمان الهواء من تحت البوستر لازم يبقى من جوه لبره كده. واكد عليه. خليكي انت. كده احسن عشان اعرف امدكها. دي كده اتقفلت خلاص. لازم ادور على كل 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 الحروف بحس انها ايه ما تتشالش معايا. بعد كده الحرف ده لازم كله يتظبط ويتلزق كويس قوي، وافضل امر بايديا على الحاجه لغايه لما اتاكد انها بقت كويسه. الحرف ده طالع شويه بس ايه، هقول اعمله كده. طيب لزقنا الوردة الجميلة دي، وادي الشكل اهو معاكم. احاول اخرج الهواء اللي تحتيها. لازم لازم ابقى متأكدة ان الحاجة
بقت مظبوطه، مش هسيبها الا وهي مظبوطه 24 قراط. الشكل ده، دي اول وجه او شكل احنا عملناه، باين طبعا التشاب شيك، باين الورده في منتهى الجمال. هاجي عند الوجه الثاني، انا عملت لها الورده دي عشان لو زهقت من الشكل الثاني اجيب الشكل ده. اخدها برضو زي ما عملنا. انا اهم حاجة عندي النص، عاملة النص كويس جدا، والحروف دي لما اجي احط الوردة او البوستر اظبطه بقى، يعني اهم حاجة عندي حتة النص. اي واحدة واحدة كده اظبط، مفيهاش اي صعوبة، المهم ان انا اخرج الهواء من تحت البوستر كويس جدا. عايزة بقى احكي لكم قصة الاباجورة دي. الاباجورة دي جابتها لي صديقتي الفنانة نهد عبود. اتفقنا هنعمل ايه، هتعمليها ازاي، طب انتي هتعمليها ازاي، قلنا لبعض ايه، احنا هنخليها مفاجأة ويبقى تحدي بينه وبين بعض. هي هتعملها بشكل لكل متابعيها، وكل متابعينها طبعا وانا منهم، وانا هعملها بشكل، وكل شكل طبعا هيفيد المشاهد، لازم ادوس عليها جامد علشان تثبت. فانا عملت الشابشي، ولما نشوف بقى الفنانة نهد عبود هتعمل ايه، اكيد هتطلع لنا بحاجة جميلة من شغلها الرائع المميز. حلو قوي ان احنا نتنافس في الخير يا جماعة. طيب انا كده خلص البوستر، ما مليش وما زهقش وما رجعش، لاني بعد ما ازهق وبعد ما اقفل شغلي هلاقي حته متشاله، فطبعا ده العميل طبعا ممكن ايه ياخد فكره وحشه عن شغلنا، ان احنا شغلنا مش ايه مش بروفيشنال. كده ظبطت الدنيا، ادي اطلع برده الهواء، افضل امر عليها، ادي شكل ورده جميله جدا، وادي شكل وردة جميلة جدا. طيب دلوقتي بقى انا عاملة ايه، عملت وحدات زخرفية كده من عجينة السيراميك، ولسه مش عارفة والله هعملها ازاي، بس وانا واقفة معاكم كده نعمل التصميم. ممكن احطهم هنا كده، القيمة دي هتبقى شكلها حلو قوي، واحط هي لزقت في الصينية، واحط دول كده، لسه بفكر فيها، او احطها هنا بس، خلينا نحطها هنا، الكبار يبقوا فوق كده ماشي، واللي تحت هنا هعمل واحد اتنين تلاتة. نعملهم بالشكل ده، ايه رأيكم؟ لا هي كده فعلا، المفروض كده، مش عارفه هي كده ولا كده. اهو هو شكلها كده فعلا ماشي. هلزقهم بالغرة، وهلزق فوق هنا بالغرة، واعتقهم، او بفكر ان انا اعتقهم الاول وبعدين الزقهم على الجاهز. ليه؟ لان عشان مش عايزة ابوظ الخلفية اللي تحتيهم.
خلاص يبقى احنا هنعتق الاول. بفكر اعملهم ذهبي، هيبقى شكلهم حلو قوي، الذهبي اللي هو زي الشامبين كده المطرب. خلاص ونرجع نحطهم تاني عليها. هعمل هاخد قطعة ابيض، ممكن تديني الابيض البلاستيك بس، وهناخد الذهبي وهناخد الذهبي بتاعنا. وريني هناخد قطعة من الأبيض كده صغيرة والذهبي، عشان يدينا الذهبي الفاتح ده، أنا مش عايزة الذهبي غامق قوي. وأبدأ أخد الفرشة هلونها كده وهشيلها على جنب. لما ينشفوا هبدأ ألزقهم بالغيرة، لازم بالغيرة طبعا، وبعدين همسح برضو عليهم مسحة عشان العادي بتاعي ياخد الشكل ده. خلاص ونرجع بقى نعمل لهم اللوكيشن الجميل بتاعهم ونصورها تصوير حلو وعرضها عليكم. اتمنى يكون الفكرة حلوة وسهلة وجميلة ورقيقة كمان، يعني تنول اعجابكم. ولما نشوف بقى نهد عبود هتعمل لنا افكار ايه، قاعدين مستنيني كنانو نخلصها وهعرضها عليكم باذن الله. وده الشكل النهائي للاباجوره. ده الشابشيك. والقيمة اللي انا عملتها بعجينة السيراميك. ده شكل. وهنشوف كمان الشكل الثاني. نعدلها بس. ده الشكل الثاني. ممكن تستغني عن القيمة دي وما تتحطش، لكن انا شايفة ان شكلها كده حلو وزادتها قيمة. اتمنى الفيديو يعجبكم، وده الشكل اللي انا عملته للأباجورة و محطوطة اهي قدامكم. ميرسي جدا، وعايزة اشوف بقى كومنتات ولايكات، وشيروا الفيديو لو عجبكم عشان يستفاد بيه اكبر عدد ممكن. وميرسي جدا، واللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل ويفعل كمان الجرس عشان يجيله كل جديد انا بعمله. ميرسي جدا وباي باي.